طبع الجمل طبع الجمل ما ينجر بالإحبال وطبعك سبع يا ابن الإحواطات ما تحتاج حارس. هلا يا عمي يا عمي حشى السامع مو كل من لبس العقال رجال ولا كل من ركب على الخيل يا بخيال ولا كل من شال السيف صار فارس. يا عم الزلم جاهر مو بالملابس اذا تحسب زلم يا عمي اذا تحسب زلم وتسطر ابطال محمود السلمي عريسنا اول ولا لك منافس. يا ول طبع الجمل طبع الجمل ما ينجر بالاحبال يا ولي وطبعك سبع يا عريسنا ما تحتاج حارس. هلا يا عمي حشى السامع مو كل من لبس العقال رجال ولا كل من ركب على الخيل. صاحب العربية الدبابة الحمراء بتاع الفراشة شيل العربية لو سمح أنا آسف ليك. ولا كل من ركب على الخيل صار خيال ولا كل من شال السيف صار فارس. هلا يا عمي الزلم جاهر مو بالملابس اذا تحسب زلم وتسطر ابطال ترى محمود السلمي والحواطات اول ولا لك منافس. هلا يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد يبين وقت الشدايد يبين رفقتنا تسر الصاحب واللي رافقنا مو خايب انا واللي رافقنا مو خايب والسيف مجرب تلقانا بالفزعة عند الواجب انا بالفزعة عند الواجب رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين ورفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين. يلا رفقتنا تسر الصاحب واللي رافقنا مو خايب انا واللي رافقنا مو خايب رفقتنا تسر الصاحب انا واللي رافقنا مو خايب انا واللي رافقنا مو خايب والسيف مجرب تلقانا بالفزعة عند الواجب انا بالفزعة عند الواجب رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين. رفقتنا عالراس عقال ما رافقنا الجاه ومال ما رافقنا الجاه ومال رفقتنا عالراس عقال ما رافقنا الجاه ومال ما رافقنا الجاه ومال
نعز الصاحب نحترمه ونحطه على الراس عقال ونحطه على الراس عقال رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين ورفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقتنا رفقة اخوان رفقة دلال الفنجان رفقة دلال الفنجان رفقتنا رفقة اخوان رفقة دلال الفنجان رفقة دلال الفنجان يوم الفزع حوافاتي والله عالصدر القان والله عالصدر القان رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد رفقتنا ما بيها هادي والحويطات اخواتي انا وحويطات اخواتي نفديه بروحي وبمالي وبفديها انا بحياتي واللي بفديها انا بحياتي رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقتنا تسر الصاحب والرافقنا مو خايب يعني والرافقنا مو خايب رفقتنا تسر الصاحب والرافقنا مو خايب يعني والرافقنا مو خايب رفقتنا رفقة اخوان رفقة دلال الفنجان رفقة دلال الفنجان ورفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين رفقتنا رفقة أبطال ما رافقنا الجاه ومال ما رافقنا الجاه ومال رفقتنا رفقة أبطال ما رافقنا الجاه ومال ما رافقنا
وافقنا الجاه ومال نعز حواطات نحترمه ونحطه عالراس عقال ونحطه حبايبي عربية 5876 5876 دايوم سكر الطريق لو سمحتوا. وفقنا معه بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد بيبين وفقنا معه بالهين وقت الشدايد بيبين وقت الشدايد